كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم أيها الأحباب. حلقة جديدة أعدت بناء على طلب الكثير منكم، العلماء السبعة. كلام كثير عن العلماء السبعة في هذه المرحلة اللي بنعتبرها من المراحل الهامة جدا التي تسبق ظهور الإمام المهدي. الناس عايزة تعرف العلماء السبعة موجودين دلوقتي، ولو موجودين مين هم، ولو العلماء السبعة موجودين ايه الدور اللي هيقوموا به قبل ظهور الإمام المهدي. تابع هذه الحلقة من أولها لآخرها، إن شاء الله هتسمع كلام مهم وكلام جديد فيما يخص هذا الموضوع. أول حاجة، إحنا كلنا في معسكر الإيمان بنتكلم إن المهدي على وشك الظهور. إذن العلماء السبعة موجودين، والعلماء السبعة زي ما إحنا اتفقنا وتكلمنا في حلقات سابقة إن العلماء السبعة معروفين بس مش للعوام، معروفين للخواص، أو بمعنى أدق قبيل ظهور الإمام المهدي هيبتدي الناس يتأكدوا من شخصية العلماء السبعة. هيبدأ الموضوع من أهل العلم وأهل الدراية والمعنيين بعلوم آخر الزمان، هيتعرفوا على العلماء السبعة، وبعد كده بالتبعية أول ما نوصل لمرحلة بتاعة ذهاب العلماء السبعة للإمام المهدي هيبتدي أمر العلماء السبعة يتكشف بوضوح يوما بعد يوم. إذن المرحلة اللي احنا فيها دلوقتي هي مرحلة معرفة العلماء السبعة من قبل الخواص. طيب مين الخواص المقصودين؟ الخواص اللي هم أهل العلم من الناس العلماء، وربما الباحثين، ومش كتير. يعني أنا برضو من ضمن الكلام اللي عايز أقوله النهاردة ليكم بوضوح إن معرفة العلماء السبعة يعني في الناس اللي موجودين على الساحة بيجتهدوا، لكن إن أنت تحدد شخص بعينه اعتقد ان الموضوع بالنسبة للكثير ما زال مبكرا. في واحد انا كلمتكم عليه قبل كده من فترة وقلت لكم ان هو ذهب الى مكة والى المدينة لكي يتأكد من شخصية يشتبه فيها انها الامام المهدي، وقلت لكم هجيب لكم أخبار وأقول لكم إيه نتيجة الرحلة بتاعته، وهو بالمناسبة ما زال في مكة والمدينة. الشخص اللي هذا الرجل اللي احنا نحسبه من الصالحين ونحسبه من أهل العلم، هو مش مشهور هذا الرجل، ربما يكون من العلماء السبعة، الله أعلم. يعني ممكن الترجيح بتاعنا يبقى سليم أو غير سليم، ولكن خلينا في المهم. المهمة اللي هو راح ليها، هو راح علشان خاطر يتأكد من شخصية واحد اشتبه فيه أنه من المرشحين بقوة أن هو يبقى الإمام المهدي، واحد انطبقت عليه كثير من الصفات، وذهب علشان يتحرى هذا الأمر. وخد بالك، يعني وده من أحد الأسباب اللي مخلياني مشتبه، أن هذا الرجل اللي ذهب لمكة والمدينة، أحد الدعاة اللي أنا بكلمكم عليه ده، وأنا بأكد أنه مش معروف عشان ما تتعبوش نفسكم في التعليقات وتخمنوا وتقولوا فلان، لا ده واحد داعية مش معروف. ذهابه خصيصا لهذا الأمر بيخليني أستشعر أنه ممكن يكون من العلماء السبعة. المهم، هذا الرجل الداعية عندما ذهب قابل ناس
من أهل المدينة. خد بالك، لاحظ معايا إن الحديث بيتحقق بس إيه؟ بمراحل تدريجية. أنا بقول لك معلومات وكلام مهم جدا. هذا الرجل عندما ذهب التقى بناس من أهل المدينة، زي حديث علماء السبعة، هيقابل حد من أهل المدينة وسألهم عن هذا الشخص. الرؤية لغاية دلوقتي غير واضحة، ولكن الكلام اللي أنا أقدر أوصله ليكم أن هذا الرجل الداعية يميل أن الشخص المشتبه فيه ليس هو الإمام المهدي. يعني ركز معايا ولاحظ، ممكن الكلام بتاعي ده يبقى صادم لكثير من الناس، خاصة المتابعين اللي كانوا مستنيين أن أنا أقول لهم نتيجة هذه الرحلة إيه، أن الشخص هذا الرجل الداعية يميل إلى أن الشخص المشتبه فيه ليس هو المهدي. وزي ما بقول لكم ده ممكن يمثل صدمة، لأن الناس كانت متعشمة وعايزة الأحداث أن هي تشتغل والعلماء السبعة يبتدوا واحد تلو الآخر يتعرف على الإمام المهدي ويقوم يظهر المهدي. كل الكلام ده إحنا مقدرينه عند الناس المهتمين والمشتاقين لظهور الإمام المهدي. ولكن أيضا أنا عايز أديك جانب مشرق من هذا الموضوع، ألا وهو إيه؟ أن مجرد أن إحنا انتقلنا من الكلام النظري اللي احنا قاعدين نتكلم نظريا عن العلماء السبعة وصحابي مصر والسفياني، ونلاقي نفسنا انتقلنا لتجارب انا بعتبرها ان هي بداية لظهور الامام المهدي، ان في ناس تبتدي تذهب وتبحث وعايزة تتحرى شخصية الامام المهدي، فانا بعتبر ان الموضوع ده هو مقدمات الرواية بتاعت العلماء السبعة. لان طبعا الرواية مش هتجيب لك تفاصيل التفاصيل، أكيد الرواية اللي بتقول إذا انقطعت التجارات وكثرت الفتن خرج سبعة علماء من أفق شتى من غير ميعاد، وبدأ الرواية تتكلم عن رحلة المطاردة، ده جايب لك الرواية دي جايبها لك المشهد الأخير. لازم تفهم المشهد الأخير اللي هو إيه؟ المطاردة. أنت المهدي؟ لا أنا مش المهدي، وتحصل المطاردة لغاية ما خلاص يعترف ويقر الإمام المهدي بأنه المهدي ويبايع بين الركن والمقام. الرواية دي بتجيب لك المشهد الأخير، اللقطة الأخيرة. أكيد قبليها محاولات من العلماء السبعة للتحري، لأن دور العلماء السبعة إيه؟ لازم تفهم دور العلماء السبعة. أول حاجة، أول دور ليهم تحري شخصية الإمام المهدي. تاني دور ليهم إن هم يبقوا حلقة وصل ما بين القلة القليلة المهتمة بموضوع ظهور الإمام المهدي، مع كل عالم من العلماء السبعة 313، وده عدد قليل بالنسبة لأعداد الأمة الإسلامية، وهي بتبدأ بكده، بيعة الإمام المهدي بتبدأ في البداية بأعداد قليلة للغاية بالنسبة مقارنة بإيه؟ بأعداد المسلمين في ذلك الوقت. فأنا شايفها إن هي خطوة هامة جدا، والناس عايزة ان هي تعرف اسم من اسماء العلماء السبعة. وده سؤال بتسأله كتير، هل فلان هو احد العلماء السبعة؟ انتبهوا ايها الاحباب، لان انتوا يعني بشوف في التعليقات طريقة تفكير الناس في فهم العلماء السبعة مين هم بعيدة خالص عن الواقع. وفي اسماء يعني بتطرح بتفكرني كده بالكلام عن صحابي مصر مين ممكن يكون، مين هو، أسماء بعيدة كل البعد، لدرجة إن في ناس ذكرت اسم داعية أو اتنين أو تلاتة، بس مش هينفع أقول مين، أبعد ما يكون عن شخصية العلماء السبعة. يعني ناس أصلا من الدعاة اللي الناس مفكراهم ممكن يبقوا من العلماء السبعة، ما تيجي تتكلم معاهم تلاقيهم بيقولوا كوارث في ايه؟ في شأن المهدي. يعني في دعاء ممكن يقول لك ايه؟ يقولوا ان احنا لسنا في زمان المهدي. ممكن تقول ده امر اجتهادي منه، وان كان طبعا في وجهة نظرنا ان هو اجتهاده غلط، اجتهاده اخطأ في اجتهاده. لكن اما واحد يطلع يقول اصلا ما فيش حاجة اسمها المهدي، وده واحد من الدعاء اللي أنكر،
حديث الإمام المهدي، وتقوم تلاقي ناس مرشحاه إن هو يبقى من ضمن العلماء السبعة. الموضوع يعني محتاج إن إحنا نرجع لأهل الاختصاص في هذا الأمر. مين هم أهل الاختصاص؟ الناس أهل العلم المعتنيين بعلوم آخر الزمان. يعني ما تجيبش مثلا أحد أشهر علماء الحديث وتقول إن هو ممكن يبقى شخصية من شخصيات آخر الزمان أو من العلماء السبعة، مع احترامنا وإجلالنا ليه، بس هو ما ليس له علاقة بالإمام المهدي. العلماء السبعة أيها الأحباب ناس صحيين أيمين نايمين في البحث وذكر الإمام المهدي. فأنا بديك يعني بوجهك توجيه غير مباشر عشان تحاول تتعرف اللي مين اللي ممكن يصلح يرشح ان هو يبقى من العلماء السبعة. يعني مش عايز ان انا اطيل عليكم، انتظرونا باذن الله بعد قليل، يعني ربما نخرج في حلقة بث او حلقة عادية حسب ما نقرر. برضو قولوا لنا رأيكم ايه، نطلع معاكم في حلقة بث ولا تبقى حلقة عادية. بارك الله فيكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.